مساء الخير للجميع. الناس اللي كانت بتسألني على الإقرار الضريبي أو إزاي أقدم الـ IRS، عايز بس أقول إن الـ IRS فتح من يوم 1/4، والنهاية لغاية نهاية تقديم الـ IRS يوم 30/6، آخر ميعاد لتقديم الـ IRS. الـ IRS اللي هنتكلم عنه النهاردة أو الإقرار الضريبي اللي هو للفردي بس، مش للمتزوجين وأزواجهم موجودين معاهم في البرتغال أو متجوزين وزوجاتهم او ازواجهم خارج البرتغال. احنا هنتكلم او اللي هم طبعا اللي معترفين، اللي في عندهم اللي هو قانون المساكنه هنا اللي معترف به البرتغال، اللي هو الكومبانيرو كومبانيرا. احنا بس بنتكلم عن الجزء بتاع الناس اللي بتقدم اقرار ضريبي على نفسها فقط، ما بتقدمش لاي حد تاني. اول حاجه هنعملها احنا هندخل على السيرش وهندوس على فاينانسش بورتال، او ان احنا ندوس على بورتال داش فاينانسش دوت جاف دوت بي تي اللي هو اول واحد. بعد كده هنضغط عليه، تمام. بعد كده هيدينا ان احنا ندخل رقم النيف بتاعنا او الفيزيكال نمبر و الفيزيكال نمبر او والرقم السري بتاعنا اللي هو بتاع الفاينانس عشان خاطر ندخل عليه. بعد ما تدخل البيانات بتاعتك وتدوس على اوكي، هيفتح معاك الصفحة بتاعتك. احنا هنا كل اللي هنعمله لازم ندخل الاول على الحساب بتاعنا جوه الفاينانس. بعدين جوه الفاينانس بعد ما تدخل زي ما اتفقنا ان احنا هندخل هنا بالرقم النيف بتاعك وكلمة السر، هندخل ونختار اي ار اس او اللي هو الإقرار الضريبي عشان نقدمه، وبعد كده هندوس على أول اختيار عشان خاطر نختاره. بعد كده هيجي لنا اتنين نوعين من الإقرار الضريبي. عندنا الإقرار الضريبي الأوتوماتيك والإقرار الضريبي المانوال اللي هو التلقائي واليدوي، لو احنا هنقولها بالعربي. الإقرار الضريبي الأوتوماتيك لو دخلت عليه، تمام، لو ضغطت، لو انت عندك ان انت قبل كده كنت مقدم اقرار ضريبي اوتوماتيك. انا عشان خاطر ما عنديش اقرار ضريبي اوتوماتيك، بس انا هقول لك الشكل هيبقى ازاي لو انت جوه الاقرار الضريبي الاوتوماتيك دي. طبعا عشان خاطر الاوتوماتيك مش موجود عندي، فانت بالنسبه لك هيبقى كل البيانات بتاعتك موجوده ومحسوبه وكل حاجه. انت مش هتعمل اي حاجه في الاقرار بتاعك، انت كل اللي هتلاقي فيه خالص هتلاقي تحت في اخر صفحه هتلاقي اختيارات بتاعه التبرع اللي هي 5 من 10% او 15 من 100%، حاجه زي كده. ان انت لو بتحابب ان انت تتبرع لاي جهه من الجهات، لو انت حابب طبعا تتبرع، ودي حاجه ترجع لكم، بتضغط على ان انت عايز تتبرع بكم في المية، بكم من 100% من الحساب بتاعك، او بكم من الفلوس بتاعتك، وبتحط رقم النيف بتاع المؤسسة اللي انت عايز تتبرع لها. ودي انا شفت امبارح ان في مؤسسات حاطة اعلانات اللي انت اللي تتبرع بقد كده للمؤسسات دي، واسماء المؤسسات والموقع الالكتروني عشان خاطر لو انت عايز تفاصيل منها، فدي حاجة ترجع لكم. لو انت مش هتعمل اي حاجه خالص في الحسبه بتاعتك كلها، او ان انت هتتبرع، كل اللي انت هتبص على بياناتك كلها، وفي الاخر خلاص هتلاقي زي علامه موافق او تقديم الطلب وخلاص كده انت خلصت بالنسبه لك الاوتوماتيك. بالنسبه للناس اللي عندها اليدوي هندخل مع بعض ونشوف ان التقديم الاقرار بتاعهم او الاي ار اس بتاعهم هيبقى مانوال، فانت لازم تملى في حاجات معينه لازم ان انت تملاها. هنحاول هنا ان احنا نغير اللغه. لو انت طبعا ما عندكش العلامه دي فوق، ممكن تدخل كليك يمين من هنا وتعمل تغيير للانجليزي او للعربي. هنحاول ان احنا نعملها عربي علشان خاطر الناس اللي معانا كلها تكون واضحه المواضيع معاهم. هنحاول ان احنا نعمل اللغه عربي، وهتبقى العربي معانا هتبقى كل شويه ان احنا هنحاول نغير اللغه، لان ده يدويا مش الموقع نفسه. اول حاجه هتعمل تسليم التصريح الاول، انت هتعمله عشان تعمله هتبقى التعبئه لاول مره لو انت بتعبي لاول مره، تمام. بعد كده هتدخل عليه هتكتب اعلان التعبئه. الاعلان بتاعك هيبقى ايه؟ السنه نفسها هتبقى 2020، وتختار عن ال 2020
تمام، هيفتح لك بعد كده بيانات، هتضغط على اول مره، هتحط السنه وحط حط الرقم بتاعك تمام، وبعديها هتدخل على هتعمل اكمال للحساب بتاعك. دخلنا بعد كده على الحساب وقال لك اوكي ده حسابك وكل حاجة، هنكمل البيانات بتاعتنا. هنرجع تاني ونحط نعمل اللغة، تمام. انا ما عنديش حاجة بيه لان انا عملته اول مرة فمش هقدم تاني، تمام. فانا خلاص قدمته اول مرة. هنخش على البيانات بتاعتنا. هنا طبعا بيقول لك ان انت كل البيانات بتاعتك لازم تبقى طبيعية وي 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 وي. هندخل على واحد الموضوعات، الكود مش انت رقم واحد، انت مش هتعمل فيه اي حاجة. السنة دي اللي هي 2020، رقم اتنين هتعمل 2020، مش هتكتب حاجة هنا. رقم اربعة هتحط الحالة بتاعتك اللي احنا قلنا ان هي هتبقى يا اما اعزب او مطلق او منفصل قانونيا، اللي هو احنا بنتكلم بس على فئة واحدة في الفيديو ده، تمام. الضريبة المشتركة على الدخل رقم خمسة، مش هتكتب اي حاجة هنا. الاسرة، انت ما عندكش اسرة عشان احنا الدخلة الاولانية ما حطيناش، ان احنا حطينا بس للنيف بتاعنا احنا بس، فرقم خمسة. ستة مش هتعمل فيها اي حاجة. سبعة برضو مش هتعمل فيها أي حاجة. تمانية، هي هنا مكتوبة القارة، هي الكونتيننت البلد، اللي إن في هنا تلات اختيارات، يا إما أنت في جزر الأزورس أو في ماديرا، فأنت إحنا موجودين هنا في البرتغال، فأنت تختار الكونتيننت أو اللي هو البلد نفسها، يعني مش هتختار الأزورس أو ماديرا. لو انت في ماديرا او ادوس او ازورس، فانت هتكتب ان انت في ماديرا او ازور او الازور الازورس، تمام، حسب البلد اللي انت فيها. بس احنا معظم الناس تقريبا موجودين في البرتغال نفسها، فدي هتبقى حتى الترجمه بتاعتها بالانجليزي هنا هتبقى هي الكونتيننت اللي هي البلد، مش لحظه واحده، بالانجليزي تمام. احنا هنا نختار اللي هي الكونتيننت، تمام، احنا مش في الجزر. نرجع تاني للعربي. بعد كده هنكمل رد الاموال والتحويل المصرفي. هنا في رقم تسعة هتحط الحساب البنكي بتاعك كامل بالايبان من اول البي تي 50، وهتكمل رقم الحساب بتاعك كامل 25 رقم، وتتأكد منهم كويس جدا عشان خاطر لو في فلوس هترجع لك على نفس الحساب البنكي اللي انت حطيته. لو الحساب غلط طبعا هتروح الفلوس لحد تاني او لحساب تاني بالغلط، وهتأكد ان ده هو الحساب بتاعك اللي انت اشرت ليه. خلاص انت كده خلصنا الجزء بتاع الحساب. طبيعة الاعلان انت هتعمله دي انت بتعمل الديكلاريشن او الاقرار بتاعك لاول السنه دي، الاعلان الاول هو اول مره، فانت هتعمله ايه لاول مره بين استبدال. لو انت غيرت في حاجه وهتستبدله فدي هتعمل استبدال، بس احنا هنعملها لاول مره، تمام. المدفوعات والاي ار اس مش هتكتب اي حاجه هنا، تمام. المواعيد النهائيه مش هتكتب اي حاجه. بعد ما تخلص كل الامور دي كلها هتعمل على محاكاه. خلاص طبعا انا ما مليتش اي حاجه، فالمحاكاه بتاعتي مش هتبين لي اي حاجه. خلاص انا عندي في خانات ناقصه، تمام، فما حطيتهاش، اللي هي رقم انا طبعا ما حطيتش انا فين، ورد الاموال انا ما حطيتش رد الاموال فين، الحاجات دي كلها انا ما مليتهاش. بس الطبيعي ان انت بعد ما بتخلص كل الامور دي كلها وبتعبيها بيديك علامه بالاخضر ان انت هنا الاخطاء ما فيش اخطاء، وبعد كده بتعمل ديليفر او توصيل بتاع الاي ار اس بتاعك عشان خاطر هم يستعلموا عليه تاني ويرجعوا كده. ده خلاص كده بالنسبه للاي ار اس. اتمنى ان انا اكون جاوبت
يعني على الأسئلة على السؤال بتاعكم، وإن شاء الله أتمنى يكون الصوت